الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسعدكم في دنياكم وأخراكم، وأن يرفع درجاتكم في جنان الخلد، كما نسأله جل وعلا أن يتقبل من الحجيج حجهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، غفرت ذنوبهم وعظمت أجورهم. وبعد، هذا درس آخر من دروسنا في قراءة كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، نواصل فيه قراءة كتاب الزكاة، فليقرأ القارئ بارك الله فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي يتعفف وليس له غنى يغنيه، ولا يقوم فيسأل الناس ويستحيي، أو لا يسأل الناس إلحافا، ولا يفطن به فيتصدق عليه. اقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. في هذا الحديث بيان طائفة ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، ألا وهي طائفة المساكين. وقد قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية. وقد اختلف العلماء في المسكين والفقير أيهما أشد حاجة، فقال الجمهور بأن المسكين أشد حاجة، وكان من أدلتهم هذا الحديث. وذهب الحنابلة إلى أن الفقير أشد حاجة من المسكين، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة، أولها تقديم الفقراء على المساكين في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وثانيها ما ورد في سورة الكهف في قوله تعالى: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فدل هذا على أن المساكين قد يجدون بعض حاجتهم. واستدلوا عليه من جهة اللغة، فإن الفقير قيل له هذا الاسم من العمود الفقري، كأن فقرة من فقرات الظهر قد أخذت من ظهره، بينما المسكين أخذ من المسكنة. قالوا: ومن أخذت فقرة من فقرات ظهره أشد حاجة من ذلكم الذي مسكن. ولذا يظهر أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة أقوى. وفي الحديث جواز السؤال لمن لا يجد طعاما يأكله، أو لا يجد ما يسد حاجته، مع أن ترك السؤال أفضل. وفي الحديث الترغيب في دفع الصدقات ولو باليسير، كالأكلة والأكلتين واللقمة واللقمتين. وفي الحديث أيضا فائدة العفاف وعظم أجر المتعففين، وأن الأولى بالإنسان ولو كان محتاجا فقيرا ألا يسأل الناس. وفي الحديث الثناء على ترك السؤال. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: اخرصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتينا تبوك قال: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد.
ومن كان معه بعير فليعقله. فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاء حديقتك؟ قالت: 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرف على المدينة قال: هذه طابة. فلما رأى أحدا قال: هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا: بلى. قال: دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني الحارث بن الخزرج، ثم دور بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار يعني خيرا. فلحقنا سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان ذا قدم في الإسلام، فقال: أبا أسيد، ألم تر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنصار فجعلنا أخيرا؟ فأدرك سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خير دور الأنصار فجعلنا آخرا. فقال: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ وقال سعد: ما أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا. فقيل: قد فضلكم على كثير. في هذا الحديث ذكر غزوة تبوك وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوة من شدة الحر وشدة الحاجة، وفي الحديث وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الثمار والحبوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في التمر. وفي الحديث خرص التمر بحيث ينظر إلى الرطب وهو على رؤوس النخل فيقدر كم سيأتي في هذه النخلة من التمر، وذلك أن وحدة قياس الحبوب والثمار هي الحجم وليس الوزن، وبالتالي يعرفونها بالصاع ويعرفونها بالوسق، ومن ثم يقدرون كم سيأتي الرطب من حجم التمر، وذلك أن الرطب عند رصه ينقص حجمه، وبالتالي يقدرون كم سينقص حجم هذا الرطب. وفي هذا دلالة على مشروعية خرص التمر والثمار، وبذلك قال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وخالفهم الإمام أبو حنيفة ورأى أن الخرص ليس طريقا صحيحا لمعرفة وتقدير ما يكون على الأشجار من الثمار، ومذهب الجمهور أقوى لثبوت الخرص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا وجوب الزكاة على النساء وإرسال السعاة والجباة من أجل أن يحصوا الواجب في الزكاة على أهلها. وفي الحديث من الفوائد بذل الأسباب للوقاية من الوقائع الطبيعية التي يقدرها الله عز وجل في الكون، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ستهب الريح تلك الليلة، ومن ثم أمرهم بأن يبقوا وأن يربطوا إبلهم وألا يقوموا. وفي الحديث من الفوائد امتثال أمر صاحب الولاية فيما يقدره على الناس من أوامر لتحقيق مصالحهم، قوله: وهبت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طي. جبل طي يبعد عن تبوك 100 أكيال، وذلك أن الريح لما كانت شديدة ألقت الرجل في ذلك الموطن البعيد. وفي الحديث من الفوائد
مشروعية الهدية وجواز قبول الهدية من غير المسلم، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية ملك إيلة. وفي الحديث أن الإمام إذا صالح ملك قرية فإن الصلح يشمل جميع أفراد تلك القرية أو تلك المدينة أو الدولة، ولا يختص الصلح بملكها. وقوله وكتب له ببحرهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح ملك أيلة على أن تبقى بلادهم تحت أيديهم. وفي الحديث صدق خرص النبي صلى الله عليه وسلم. والوسق 60 صاعا، ومن ثم 10 أوسق يعني 600 صاع. وفي هذا أن ما بلغ هذا المقدار فإنه فوق النصاب تجب زكاته. وفي الحديث جواز التعجل في الأسفار. وفي الحديث أنه يجوز للإمام ومن يكون قائدا للحملة أن يخير أصحابه بين التعجل معه واللبث والبقاء. وفي الحديث أيضا ذكر ما يتعلق بفضل المدينة وبتسميتها باسم طابة. وفي الحديث الثناء على جبل أحد. وفي الحديث وصف الجبل الكبير بوصف التصغير، ولذا قال هذا جبيل. والظاهر أن هذا على جهة التدليل وبيان حظوة ذلك الجبل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن جبل أحد جبل عظيم كبير. وفي الحديث من الفوائد فضل الأنصار ورفعة درجتهم وتفضيلهم على كثير من الناس. وفي الحديث أن الأنصار ليسوا على رتبة واحدة بل هم متفاوتو الرتبة. وفي الحديث جواز التفضيل بين القبائل وفخوذها. وفي الحديث من الفوائد أيضا ذكر ما يتعلق بسعد بن عبادة رضي الله عنه وفضله ومكانته في دين الإسلام. وفي الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى والعلة والسبب فيما يذكره من أحكام أو من تفضيل بين القبائل. وفي الحديث من الفوائد أن تفضيل أحد على أحد لا يعني ذم المفضول، بل قد يكون الجميع فاضلين لكن أحدهم أفضل من بقيتهم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. المراد بالعثري الذي يكون له جذع يعثر على الماء وبالتالي يسقي نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى سقيا. ففي الحديث من الفوائد وجوب الزكاة في الخارج من الأرض، وقد جاءت النصوص ببيان أن المراد بالخارج من الأرض الثمار والزروع التي لها صفة البقاء وتكون مطعومة. وفي الحديث بيان مقدار الواجب في الثمار والحبوب من الزكاة، فأوجب فيما كان يسقي نفسه بنفسه العشر 10%، وأوجب فيما يتطلب كلفة ومؤونة ويطلب نقل الماء إليه نصف العشر 5%. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجيء هذا بتمره
وهذا من تمره حتى يصير عنده كوم من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له بالفارسية كخ كخ ليطرحها، فأخرجها من فيه وقال: أما علمت أن آل محمد لا يأكلون من الصدقة؟ في الحديث من الفوائد وجوب الزكاة في التمر، وفيه أن الزكاة تؤخذ عند صرام النخل، المراد بصرام النخل قطعه من جذعه بعد أن يتم نضجه، قد كانوا يقومون بذلك ولا يخرفون التمر إلا يسيرا، وذلك أنهم يحتاجون إلى قلب الرطب إلى أن يكون تمرا مكنوزا ليبقى بقية سنتهم يطعمهم، وذلك أنهم لم يكن لديهم من أدوات التبريد ما تحفظ الرطب على حاله، فاحتاجوا إلى أن يجعلوه تمرا. وفي الحديث دفع زكاة النخيل إلى الإمام، وأن الزكوات تدفع إلى الإمام، وأن من دفعها إلى الإمام أجزأته وبرئت ذمته بذلك. وفي الحديث ذكر الحسن والحسين رضي الله عنهما، وفي الحديث أن أهل البيت لا يجوز لهم أن يأخذوا من الصدقة، فمن كان من أهل البيت لم يجز أن تدفع له الزكاة، وذلك أن الزكاة أوساخ الناس، وأنها لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث جواز مس تمر الصدقة، وأنه لا حرج في ذلك. وفي الحديث جواز التكلم بالكلمة من الفارسية، وفي الحديث النهي عن المكاسب والمآكل المحرمة، وفي الحديث كف الصبيان عن تناول الأمور المحرمة، وفي هذا أن الصبي يبعد عن كل محرم وخصوصاً ما يتعلق بالمآكل. وفي الحديث من الفوائد ذكر أن هذا الحكم يشمل جميع آل محمد صلى الله عليه وسلم، فآل هاشم كلهم يدخلون في هذا الحديث كما يدخل فيه آل المطلب. أحسن الله إليكم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع فقال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. وكان ابن عمر إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. في الحديث من الفوائد النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وهذا النهي يفيد التحريم ويفيد فساد العقد، وقوله نهى البائع والمبتاع، المبتاع هو المشتري. وفي الحديث من الفوائد ذكر أن الصلاح ببدو شيء من علاماته كأن يتلون أو يتموه. وفي الحديث أن من باع الثمرة بعد بدو الصلاح وقبل نضجها فإن الزكاة تجب على من اشتراها. وفي الحديث النهي عن بيع المزابنة، وهو بيع ما نضج حديثا من الثمار بما تم كنزه منها، فالرطب لا يباع بالتمر الذي تم تجفيفه ورصه، وهكذا لا يجوز بيع العنب بالزبيب، لأن هذا من بيع الثمر بالتمر من المزابنة. وفي هذا الحديث بيان أنه إذا باع الثمرة
قبل أن يبدو صلاحها فإنه حينئذ لا يصح العقد، فلو قدر أن عاهة أصابته فإن هذه الثمار تكون في مال البائع لا في مال المشتري. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمار حتى تشقح ويبدو صلاحها، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. قوله نهى، المراد بالنهي طلب ترك الفعل على سبيل الجزم، وهو مفيد لتحريم الفعل ولفساده وعدم صحته شرعا. والمراد بالمخابرة أن يبيع الزرع في سنبله قبل أن يتم نضجه، وهكذا المحاقلة. وأما المزابنة فهي بيع ما جني حديثا قبل رصه بما تم رصه من ذلك النوع من الثمار، كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب وهكذا بقية الثمار. وفي الحديث تحريم بيع المزابنة وأنه عقد لا يصح، وفي الحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح فيها، وأن ذلك عقد فاسد لا يصح. وفي الحديث بيان علامات بدو الصلاح، وهو أن تحمار أو تصفار ويمكن الأكل منها. وفي الحديث جواز بيع الثمار على رؤوس الأشجار بالذهب والفضة، لكن بيعها بجنسها ممنوع منه، لأنه حينئذ يكون من المزابنة. وفي الحديث من الفوائد جواز الأكل من الثمار قبل أن يأويها الجرين. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى تزهي. قيل لأنس: وما تزهي؟ قال: حتى يحمر أو يسفار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ في الحديث النهي عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، وهي على رؤوس النخل، وهذا مفيد للتحريم وعدم الصحة. واستثنى العلماء من ذلك مسألتين: المسألة الأولى ما لو شرط القطع في الحال، كما لو كان الثمار يستفاد منه في صناعة أو في إطعام بهيمة الأنعام، فاشترى منه الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط قطعها في الحال، فهذا جائز، لأن المعنى الذي منع منه بيع الثمار قبل بدو الصلاح خشية ألا تصلح تلك الثمرة فيقع النزاع. والمسألة الثانية ما لو باع الثمرة قبل بدو الصلاح مع شجرتها أو مع بستانها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع نخلة بعد أن تؤبر فثمرتها للمبتاع إلا أن يشترط البائع، فأجاز هنا بيع النخلة ولو كان عليها ثمرة قد أبرت ولم يشترط أن قد بدا الصلاح حينئذ. وفي الحديث بيان العلامة التي تظهر بدو الصلاح، وهو أن تحمار أو تصفار. وقد وقع الخلاف في الوقت الذي تعد به الثمرة قد بدا فيها الصلاح، هل يشترط أن يكون في تلك الشجرة بخصوصها أو في جنسها ونوعها من الأشجار أو في البستان كله؟
بحيث لو ظهر صلاح الثمرة في إحدى النخيل عد الجميع قد بدا صلاحه، والأظهر ارتباط النوع الواحد بحكم واحد. أما إذا اختلفت الأنواع فإنه لكل نوع حكم مستقل في بدو الصلاح. وأما بالنسبة للأشجار فإن أشجار النوع الواحد في البستان الواحد بمثابة الشجرة الواحدة، فمتى بدا صلاح بعض الثمرة من ذلك الجنس حكم على الجميع بأنه قد بدا صلاحه. وفي الحديث الأمر بوضع الجوائح، فإذا باع الثمرة ثم نزلت جائحة قبل أن يتمكن من أخذها أمر البائع بإلغاء ذلك البيع وضعاً لآثار الجائحة التي اجتاحت الثمار. أحسن الله إليكم. عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فسأله أن يبتاعها، فقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. قوله في هذا الحديث أن عمر تصدق بفرس له في سبيل الله، بهذا جواز الصدقة بالفرس، والظاهر أنه جعلها وقفا يحمل عليها في سبيل الله، إلا أن من وقفت عليه قام ببيعها، وحينئذ رأى عمر أن يشتريها فظن أن من يريد بيعها سيبيعها برخص، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهاه. وفي هذا تحريم عود الإنسان في صدقته ولو بطريق شرائها، فإذا تصدقت على فقير فقام الفقير ببيع تلك السلعة التي تصدقت بها عليه فلا يجوز أن تشتريها منه، لأنك صاحب يد عليه، فمتى علم أنك ستشتريها سيقوم ببيعها عليك برخص محاباة لك. وفي الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يجوز له أن يشتري صدقة نفسه، ولكن يجوز له أن يشتري صدقة غيره. وفي الحديث جواز الحمل في سبيل الله بتيسير المركوب الذي يتمكن منه المقاتل من الركوب عليه والجهاد به في سبيل الله جل وعلا. وفي الحديث مشروعية الوقف، وفيه وقف الأشياء المنقولة وعدم اختصاص الوقف بالعقارات وغير المنقولات. وفي الحديث دخول الإنسان في الأسواق و سؤاله عن أسعار السلع التي تباع، وأنه لا ينقص من مكانته شيئا. وفي الحديث سؤال الإنسان عن كل الأفعال التي يريد أن يفعلها قبل أن يقدم عليها، وعدم اكتفائه بما يكون في نفسه من أحكام شرعية، كما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تعرض مثل هذه المسألة على أحد من الناس لا رأى بعقله عدم المنع من شراء هذا المتصدق لصدقته. وفي الحديث أن العلم الشرعي يكون بالرجوع إلى الكتاب والسنة لا بما تراه العقول أو تقدره في نفسها. وفي الحديث أيضا النهي عن الرجوع في الصدقات بأي طريق، سواء بطريق الهبة أو بطريق الشراء،
أو بغير ذلك. وقوله فبذلك كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع أن يشتري شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة، يعني أنه إذا وجد سلعة قد تصدق بها اشتراها ابن عمر ثم جعلها صدقة على أصلها الأول. أحسن الله إليكم. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه الذي كان عنده فرأيته يباع فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه؟ فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. في هذا الحديث جواز وقف الدواب ويلحق بها العروض والمنقولات والأسلحة، وبأن تجعل في سبل الخير تستعمل في الطاعات ولا تباع ويوقف أصلها ليتمكن من الانتفاع بها. وفي الحديث مشروعية الإعانة على الجهاد في سبيل الله، وفي الحديث أن الأوقاف لا يجوز بيعها، وفي الحديث من الفوائد أن من وجد صدقته التي تصدق بها تباع فلا يجوز له أن يشتريها ولو وجدها تباع برخص. يعني بعض الناس يتصدق بصدقة الفطر من الطعام فيأخذها المسكين ثم يقوم ببيع ذلك الطعام، فحينئذ لا يجوز لك أن تشتري هذا الطعام منه لأن هذا من العود في الصدقة. وفي الحديث من الفوائد أيضا جواز دخول الإنسان للأسواق وتفقده لأسعار السلع وأن ذلك لا ينقص من مكانته. وفي الحديث مراجعة الإنسان لما يريد أن يعمله من العقود والمعاملات قبل أن يقدم عليها حتى يعرف حكم الله فيها. وفي الحديث النهي عن الرجوع في الصدقة والهبة وبيان أن ذلك من المحرمات. وفي الحديث أن الربح الحقيقي ليس بشراء السلعة بثمن قليل وبيعها بالثمن الكثير، فإن البركة قد تنزع من التعامل فيظن أن الإنسان قد استفاد وربح ويكون ذلك من أسباب ورود الخسارات عليه. وفي الحديث التمثيل بما يكون سبباً لفهم المسائل، كما مثل العائد في صدقته بالكلب يعود في قيئه، واستدل بهذا على تحريم عود الإنسان في قيئه وابتلاعه مرة أخرى. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، جعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه رداً حميداً وأن يرزقهم الإنابة إليه. اللهم بك آمنا وبك أسلمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك، اللهم اجمع كلمتهم على الحق وألف ذات بينهم وأدر عليهم في أرزاقهم. ونسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح برحمته، فهو أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.